السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. عايز أتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر. كان في كلام خالد غندور أكده وأحمد شوبير أكده ومعظم المواقع الصحفية أكدته باستثناء موقع تقريبا في الجول حاجة زي كده. كلام في معناه زي ما قلت لحضراتكم ان مباراه كاس السوبر هتكون في استاد القاهره بدعوات 50 للنادي الاهلي و50 لنادي الزمالك، يعني بدون حضور جماهيري. وعلى موقع الجون قال لك الاتحاد المصري لكره القدم في انتظار رد الامن على الحضور الجماهيري لمباراه كاس السوبر ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. موضوع الحضور الجماهيري هنا، فاكرين حضراتكم جماهير نادي الزمالك لما كانت بتقول لك نادي الدواعي الامنيه؟ طب فاكرين حضراتكم لما كان مرتضى منصور قبل مباراة كأس مصر مع نادي بيراميدز مباراة الاتحاد، لما طلع بعد مباراة الاتحاد واتفق مع او محمد مصالح اتفق معاه على انهم يجيبوا حكام اجانب، طلع مرتضى منصور على برنامج الزمالك اليوم وقال مفيش حاجة اسمها دواعي أمنية ومفيش حاجة اسمها الأمن يرفض ومفيش حاجة الأمن له دخل، كل دي بسبب او كل الحاجات دي بسبب الاتحاد المصري، الاتحاد المصري هو اللي بايده يمنع او اللي بايده يكون بجمهور. ده كلام مرتضى منصور قبل مباراه بيراميدز بعد مباراه الاتحاد. قال لك انا كنت في اسكندريه في مباراه الاتحاد وقابلت اللواء فلان والعميد فلان وكلمتهم وقلت لهم يعني ايه امن؟ قال لك احنا موجودين وعندنا استعداد نامن اي حاجه. القصه كلها هي قصه اتحاد مصري لكره القدم. الاتحاد هو اللي بيعمل والاتحاد هو اللي بيسوي. هو اللي بيأجل أو هو مش بيأجل، أو هو اللي بيقول في حضور جماهيري أو هو اللي بيقول مفيش حضور جماهيري. ومع ذلك بعد الموضوع ده تم حضور 30,000 مشجع أو 20,000 مشجع نادي الزمالك في مباراة نهائي الكأس ما بين بيراميدز وما بين الزمالك في نهائي كأس مصر. طلع مرتضى منصور امبارح قال لك انا عايز الماتش بدون جماهير، لو 5,000 هنا و5,000 هنا لو هيلعبوه في استاد القاهره يعملوا اللي هم عايزينه يجيبوا العدد لان هيبقى في تامين في استاد القاهره والكاميرات ومش الكاميرات والكلام ده كله. النهارده اتفاجئنا ان القصه ان الامن بيقول لك 50 و50، ده لسه بقول لحضراتكم ده الكلام اللي منتشر على معظم المواقع الصحفيه، لكن في موقع وحيد قال لك الاتحاد المصري لسه لم يرد خطاب الامن بخصوص الحضور الجماهير للمباراه. فاحنا هننتظر وهنشوف ايه رد فعل النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي فيما بعد. لو النادي الاهلي محدش يحكم على مجلس اداره النادي الاهلي ولا يبدا يقول لي ده ضعيف وده مش ضعيف وده مش عارف ايه، لان لسه ما فيش اي خطابات او مخاطبات رسميه وصلت من النادي الاهلي بخصوص المباراه، فبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي مش هيقدر يتحرك. هتحرك بناء على ايه؟ لازم يكون حاجه في ايدي عشان اقدر اعمل اتصالات افهم القصه ماشيه ازاي، ايه هنرتب، ايه هنعمل، ايه. لان في الشكل المنظور العام لان مباراه بدون جمهور حاليا جماهير النادي الاهلي او النادي الاهلي بيتعاقب. بيتعاقب ليه؟ على شيء جمهوره مفيش اي اساءه لم تصدر منه. خلينا في موضوع مرتضى منصور عشان اوصل وجهه نظري. يعني مرتضى منصور بعد المباراه قلت لحضراتكم امبارح قال لك مش عايز حضور جماهيري، مش عايز، مش عارف، مش عارف. يا سيد الفاضل لو الحضور الجماهيري هيبقى زي الزمالك وبيراميدز في برج العرب يلعب لي المباراه في برج العرب، عايزها في برج العرب، بس يبقى في حضور جماهير، العبها لي في اي حته تعجبك بس يبقى في حضور جماهيري. ما تقوليش هنا في قلب القاهره واستاد القاهره وعندك تامينتك وعندك حاجتك وكاميراتك وشركه تذكرتي والبوابات وتقول لي بدون جمهور. ده لدرجه الناس بتسخر يقول لك 50 ليه؟ طب ما تخليهم 45 يمكن ساعه الاستاد ما تقضيش ما تكفيش. فانا عاوز اوصل لفكره الامن. النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان هو نادي الدواعي الامنيه. مرتضى منصور طلع قال لك القصه قصه اتحاد مش قصه امن، الامن عنده استعداد يامن اي حاجه. النهارده يطلع يقول لك الامن رافض، طب الامن رافض ليه؟ هو مرتضى منصور لما بيقول الامن عنده استعداد وانا عايز جمهور، جمهور بيحضر نادي الزمالك، لما مرتضى منصور يطلع يقول لك انا مش عايز جماهير هتحصل مشاكل وبتاع، يطلع يمسك الامن، كنت بتقول الاتحاد هو اللي بيقول بجمهور او بدون جمهور. الاتحاد رميتها لي على الاتحاد، يعني مسؤوليه عمرو الجنايني واللجنه الخماسيه اللي بيدير الاتحاد، لما قلت الكلمتين دول راح عمرو الجنايني مديك 20,000. لو مش وانت قلت في لوقات قالوا ان القصه مش قصه امن، القصه قصه اتحاد كوره هو اللي بيطلب، اتحاد كوره هو اللي بيمنع. فالنهارده لما اتحاد الكوره مرتضى منصور طلب اتحقق لنادي الزمالك 20,000. امبارح لما مرتضى منصور رفض وقال لك مش عايز جماهير، طب انت خايف ليه من جماهير يا عم مرتضى منصور؟ خايف ليه من جماهير النادي الاهلي؟ ان شاء الله جماهير النادي الاهلي هتبقى مش هتيجي ناحيتك ولا هتكلمك ولا هتكلم لاعيبه نادي الزمالك،
هتهتف طول المباراه ليه؟ خايف من جمهور النادي الاهلي؟ وليه انت جماهيرك غلطت ليه؟ انا اتعاقب. انت ليه قلت امبارح والنهارده بيتحقق؟ قلت مش عايز حضور جماهيري، طلع النهارده يقول لك مفيش جماهير. بوشوير اكد قال لك في 50 و50، 100 مشجع او 100 من الدعوات، ال 50 للنادي و50 للاهلي و50 للزمالك. انا عايز افهم، ومفيش حد من الزمالك. الغضب دلوقتي من جماهير النادي الاهلي، يعني جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا كلها رافضه موضوع الحضور، عدم الحضور الجماهيري. جماهير نادي الزمالك مستقنياسه زي ما بيقولوا، هاديه كيوت رايقه، مفيش عندها مشاكل. انت غلطت، وليه انت مش عايز جماهير النادي؟ ليه انت خايف من جماهير النادي الاهلي تشجع ناديها وتسالي ناديها في قلب المباراه؟ انت غلطت في انت حاسبني ليه؟ زي ما بقولها مره وثانيه وثالثه وعشرة، وزي ما انا عايز افهم برضو جماهير نادي الزمالك بخاطب جماهير الزمالك قبل الاهلي. انت مره تقول لي النادي الدواعي الامنيه علشان الاتحاد هو اللي في ايده كل حاجه بخصوص النادي الاهلي، مرتضى منصور يطلع يقول لك الامن ماليش دعوه، ده الاتحاد، والاتحاد يوفر لك. حلو، اكد لي الفكره بقى، خلي الموضوع. انت اكدت لي الفكره ان الاتحاد هو اللي بيأجل للنادي الاهلي وبيمنح لنادي الزمالك. النهارده لما الاتحاد يمنع، مش هترجع تقول لي بقى، مش هتقنعني بقى ان الامن، هقول لك لا الاتحاد عمر الجناين. ما انت قلتها، انت اللي وضحتها، فانت انهي الصح، الامن اللي بيمنع ولا الاتحاد؟ انت ماسك لي الاتحاد 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 الاتحاد، يبقى ما تجيش تقول لي الامن النهارده. يبقى عمرو الجنايني هدفه حاجه، هدفه ان انا امنع جمهور الاهلي انه يساند فرقته. وبعدين انا عايز افهم، ده كانوا بيقولوا استاد القاهره هو عايز يجيب في التمله ساعه الاستاد ملاها، هل يبقى في استاد القاهره ما يبقاش في حضور جماهيري؟ مش فاهم. تعالوا ناخد بعض التعليقات عن الموضوع، يعني بعض الناس طلبت، ومنهم احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق، طلبوا ان موضوع مباراه كاس مصر كاس السوبر ما بين الاهلي والزمالك لو بقت بدون جماهير، فقال لك لو فعلا قرار اللجنه المؤقته لاتحاد الكره خرج باللعب بدون جماهير يبقى اكرم واحسن لنا اننا ننسحب من هذا السوبر المغلفه بالتوجيه، ومش هتفرق معانا بطوله بس هترسخ مبادئ النادي. الله غالب، ده كلام احمد فوزي. وبرضو انا لسه مش عاوز اتكلم عن قرار مجلس اداره النادي الاهلي دلوقتي، لان زي ما بقول لحضراتكم لسه ما فيش حاجه رسميه وصلت للنادي الاهلي. في نفس الوقت لسه الرد بناء على احد المواقع، رد من الامن لسه لم يرد بجمهور او بدون جمهور. فالنادي الاهلي اكيد وقت ما الخطاب هيوصله هيبدا يتصرف، هيبدا يتكلم، هيبدا يفهم القصه في فرحه فين وجايه منين، وبالتالي هيتخذ القرار الصح والاصوب. يعني قال لك ايه احمد فوزي؟ قال لك ايه؟ ارفع راسك فوق، انت مشجع اهلاوي. مرتضى بيه خايف يلعب الاهلي بجمهور وطلع قرار مع نفسه ان المباراه بدون جمهور، ده بناء على الكلام قبل ما يتاكد على المواقع الصحفيه. ممكن المواقع الصحفيه كلها تناقلت الموضوع من خالد الغندور، لان اول واحد اتكلم عنه هو خالد الغندور. ممكن يكون مرتضى منصور هو اللي قال الكلام ده في البرنامج، وبالتالي ممكن يكون المواقع الصحفيه نقلت منه. قال لك مرتضى بيه خايف يلعب الاهلي بجمهور وطلع قرار مع نفسه ان المباراه بدون جمهور. طب مش انت اتذكر ومش بتخاف من حد، خايف من وجود جمهور الاهلي ليه؟ سؤال وجودي. ده كلام احمد فوزي محتاج رد من مرتضى منصور. انت بتقول انا وانا والجمهور ومش الجمهور والكلام ده كله. قال لك كل الناس طلعت تتكلم ان المباراه بقت بدون جمهور وكله بيخون مجلس اداره النادي الاهلي، استنوا لما يخرج حاجه رسمي، وساعتها في حاجات كتير هتتغير من لجنه الاتحاد اللي لسه مأكده رجوع الجماهير لحد مجلسنا الموقر، ونشوف ايه اللي هيحصل. غير كده انتم بتهروا في الفاضي، وده انا معاه ومتفق معاه. مفيش حد من جماهير النادي الاهلي يبدا من دلوقتي الخطيب ضعيف، النغمه اللي احنا بنسمعها باستمرار لسه مفيش حاجه، لسه مفيش حاجه مؤكده. انت شفت رد فعل مجلس الاهلي ايه؟ او الدنيا هتمشي ازاي؟ بتحكم على نفس كل ازمه بتحصل في النادي الاهلي، او كل مشكله تطلع في النادي الاهلي او يتم اثارتها، وبرضه مفيش بيقول الاهلي مش طرف، ده لسه احنا ما شفناش حاجه، يعني لسه الاهلي لسه لم يتخذ اي اجراء ولم يصدر اي اجراء، وفي ناس بدات دلوقتي الخطيب ضعيف، الاهلي مش عارف ايه، شخصي. انت هشوفنا حاجه وصلت رسمي، في اخبار مؤكده، الاهلي هيرد ازاي؟ هيطلع الخطيب يتكلم بناء على ورقه في ايده، وفي حاجه في ايده عشان يتكلم بيها؟ فاتمنى الهدوء وبعض الرزانه من مجلس اداره النادي الاهلي. بالنسبه لاسامه السويسي علق وقال لك انشغل الجميع بتصريحات صريح اللسان عن السوبر، واهتم البعض باعلان قرعه الدوري الجديد، وطرحوا تساؤلات عن درع الموسم اللي فات وعن مواعيد وملاعب المسابقه والحضور الجماهيري. السؤال المهم، ماذا لو كانت المباراه الاخيره للزمالك مؤثره في تحديد هويه البطل؟ اللي هي مباراه الاسماعيلي اللي انا كلمت مع حضراتكم فيها. هم خلوا مباراه زي السنه اللي فاتت، لو مؤثره في تحديد هويه البطل الاهلي او الزمالك، فاحنا عارفين طبعا الاسماعيلي هيعمل ايه. صبيان جناين الجبلايه فاهمين اللعبه. صبيان
جنايني الجبلية، واحنا عارفين مين لجنة المدير لجنة المسابقات يعني، ده بخصوص أسامة السويسي. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله.